بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين ما أنت مال تلاذة وتاريخه يكب يغنتهي بشي شناد لحية طبان كيدي لبكون يطبان يتضبضا وافقسا لواتنك بشي سيدادات شعبان كن أفر بغل صدن يسيددي وحاهل كان إنه قد ما هذا كتاب كاني أجرومي قاها أولا إلهي سبحانه وتعالى وحاويدي سنين معلمه هل كان أنه سوفري سنين يصعد كي أن كتاب كان أسو صعد علينا يجهدي يددالك أنه كبح إني يا وقتي كتابك النوقة بحي إلهي محمد سنينا إلهي نقع أقبله سبحانه وتعالى إلهي نقع أقبله شيخي كتابك ألفي محمد بن محمد بن داود السنهاجي إساقنا إلهي سبحانه وتعالى إخلاص كان أنا أقرني يا قرآن كان أنا أقرني الله أقول حريسته قبر إيسا روضة من رياض الجنة إلهي هو قدقه دمناف واسع شيخي كتابك قري الله سيئه innagana adduunka iyo aakhirada kitaabkiisa allah nagu anfaco kuwii adduunka iyo aakhirada ba ilaahay uu ku anfaco kitaabkiisa allah naga dhigo intaas ka bacdi kitaabkan ajrumiga ah waxaan bilaawnay bishii shawaal 20-keedii 1437 maalin isniin ah bishii shawaal 20-keedii كون أفر بقول صدن يتضبدي وتاريخ هجرية تاريخ هجرية مالين اسنين أيان هل كان مسجد كان كوب اللاوني كتاب كان أجرومي وافقسا بش يتضباد لواتن يشنتي دي لوكن يلحي طبنكي تاريخ ميلادي حساب تاس مركا فيرنو يوقتي هدا أنو مرينو كتابكن دراسيدي سوحوقاتي سغال بلود يلواتن يكو مالمود سغال بلود يلواتن يكو مالمود أيوقاتي لكن سغال بلود يلواتن يكو مالمود أيوقاتي كتابكن مركانو لنهي معنيه دو معها إن سغال كاس بلود كتابكن ما لوضع أخرية سغال كاس بلود مالين والبيه كمدا إن كتابك الآخرية معنيه دو معها لأنه السداد أكتهين كتابك نوحى الآخرية جري أسبوعي يوردن لو ما الموت أوكالي أسبوعي يوردن لو ما الموت أوكالي أيها لك آخرين سقال بلود يو اللواتن يو كو ما الموت وأن انتي أن كتابك قد أهان وقتك أحددنا أيها لك هذا المهي مركي عشر كو عشر لبلود حسابيو وحماشة أن أصور فريسني وكنتني أفر مع الموت وكريئة أي كتابك سعودي ووحا أن لمين لبب بلد معي العشر كهدا أنه أغريني وحلقدي أما عشر كي كنتني أفراد وحلقدي كنتن إيا أفراد مركة حلقدي كنتني أفراد هدي نغته وحين نغني كنتن إيا أفر عشر وكريئة إن إلهي بفضله ونقول لما يستري كتابك أجرومي تاسو أن لمين لابد بلوت حتى مدل لابد بلوت كير أي إلهي بفضله ورحمته وإحسانه وجوده وكرمه أي إلهي نقول لما يستري ولله الحمد على ذلك إلهي نقول ما هدع لنا مركي هربا نما كانيي نوص ورتق لي كتابك إن أن هل كان كوب الله ونو هدنا سنة بدق لي نقول إيمانك إني دينك إني عافماتك إني دمان إلهي نوحى في ذي سنة بدق لي هدنا إلهي نقول لما يستري إلهي سجان أمه دعليننا ولله الحمد على ذلك. أنت أسك بعدي كتاب كان وأساسك النحوه. فنجا النحوه ودن وحوي وأساس كيسي. جري جوا دركتين جري مركل الله بسيو. جري جا أن أساس كيسي سوى ناكسن أن لا أتكينن. سفدت وكدمة سفدت أيو كدمة ودبات إيك جرته. سداس أوجد. قفك طالب العلم قاع، ودون يفنق النحوها، إنه سوى ناكسن أصقه، أو مقام وناكسن وكجاره،
waa inuu iska sugo iskana hubiyo asaaska naxwaha oo ah kitaabka ajrumiga si fiican booloshiisa meelaha uu ka dabacsan yahay oo dhan waa inuu iska dhuujiyo. Kitaabkan hadduusan kuu dhuuqsanayn oo booloshiisa bacdulmasaa'il ay kaa dabacsan yihiin, waxaad ogaataa weligaa xataa alfiye haddii aad tagtid weligaa dabaca kugu jiray, weligaa dabaca kaaga jiray oo boolasha qaaraa kaa maqnaanay, weligaa ogow ma noqonaysid weligaa mutamakin fi naxw, nin naxwaha makansaday oo naxwaha si wanaagsan u fahmay weligaa noqon maysid kitaabkan haddaadan iska dhuujinin. sidaas awgeed waxaan dardaarmaynaa naxwaha fahamkiisu waa fahamka ajrumiga. naxwo fahamkiisa ma rabtaa? ajrumi soo faham. haddii ajrumigan kitaabkan ajrumiga ah uusan noo bislayn oo uu ceerin naga yahay, waxaad ogaan doontaa mar walbaba fannigu ceerin uu ka ahaan doona, meeluu u socdo iyo meeluu ka socdo iyo meel laga hadlayo iyo meel laga sheekaynayo waxbaba ma ogidba, casharkaba lama socon kartid, meel laga hadlayo ma ogid. kutubta kale waa weyn, haddii ilaahay cumri nagu gaarsiiyo meel laga hadlayo iyo meelay ka hadlayaan ma fahmaysid. laakiin kitaabkan ajrumiga ah haddaan iska adkaynoon iska bislayno waxaa iman doona in kutubta kalena miftaax isagu uu noo noqdo, furo uu noqdoon ku furanno kutubta kale aan ku furanno albaabadooda, saas uu noo noqon doona. Abu Cali al-Farisi ayaa waxau yimid iyo sheekhan ibnu jinni, sheekh ibnu jinni la yidhaaho oo iyo sheekh la yidhaaho Abu Cali al-Farisi oo culimmadii ugu waaweyneed naxwaha ka mid a, ayaa sheekhan ibnu jinni oo xalqo fadhiya oo kitaab akhrinaya ayaa waxaa yimid Abu Cali al-Farisi ayaa soo agmaray, waa dhegeystay, wuxuu maqlay in booloshu aysan u adkayn, booloshu inaysan sarfiyu markaa akhrinayay, marka wuxuu arkay booloshu inay ka dabacsan yihiin. markaasuu hadal wuxuu yidhi tasababta qabla an tuxasrimu, wuxuu yidhi waad isbislayday oo qof bislaadaad iska dhigtay adigoon carga soo maray. raashinku marka hore carguu soo maraa, carga galleyda iyo mar digirta iyo marka hore cargay soo maraan, cargada markay soo maraan markaasay bislaadaan, markaasay xoog yeeshaan. raashinku hadduu marka cargada si fiican uu soo maro wuxuu noqdaa xabad yacni adag oo xoog lagu noqdaa. marka wuxuu yidhi adoon carga soo mara inaad bisayl ka bilowday, yuu bisayl ayaad ka bilowday yuu tasababta qabla an tuxasrimu, intaadan carga soo marin bisaylad cilmiga ka bilowday, yacni kitaab weynaad iska fuushay oo dusha uga dhacday adigoon kutubtii yaryaraa aadan soo marin. sidaas awgeed kitaabkan ajrumiga isagoo miftaaxiya furihii cilmiga naxwaha ah waxaa ula jira haddana inuu yahay oo ay ka muuqanayso calaamaatu lqabuul min allaahi subxaanahu watacaala. waxaa ka muuqanaysa kitaabkan mu'allifkiisa in ilaahay uu aqbalay, wallahu aclam, ilaahay xaqiiqada og, laakiin wax walba ilaahay calaamu u yeelaa, wax walba ilaahay calaamu u yeelaa. kitaabkan min cahdi almu'allif waalmusannif, xilligii sheekhu uu kitaabka alifay laga bilaabo ilaa yowmina haada, kitaabkii waa la dul fadhiya, waa la akhrisana, maa bayna daarisin wa mudarrisin, nin sheekhoho akhrinaya iyo arday baranaya loo dhexeeya intii sheekhu kitaabka alifay ilaa yowmina haada. wa haada calaamaatu lqabuul, kana waa calaamaatu lqabuul. inuu calaamaatu lqabuul yahay sheekhan la yidhaha Jalaaluddiin Cabdiraxmaan Suyuudi kitaabkiisa la yidhaha Buqyatu lwucaad ayuu wuxuu ku sheegay ajrumiga inay ka muuqanayso calaamaatu lqabuul, calaamaadii la aqbalay. marka waa kitaab mubaaraga oo barakaysan, maxaa yeelay qof walboo kitaabkan ajrumiga boolashiisa iska adkeeya si fiicanna u fahma ilaahay waa u furaa naxwaha, ilaahay subxaanahu wa tacaala naxwaha waa u furaa. lidaalika kitaabkan waxaa laga daba alifay kutub badan oo culimmada qaarkood ay ugu talagaleen inay buuxiyaan booskii ajrumiga, booskii ajrumiga inay buuxiyaan ayay culimmada qaarkood ugu talagaleen. markaasaa waxaa la alifay kutub loogu talagalay dadka bilowga ah ee fanniga naxwaha bilow ku ah inay ka fahmaan naxwaha, oo miftaaxu naxwa uu noqdo. kutubtii la alifay oo la rabay inay la tartamaan ajrumiga ay la tartamaan kulligood way gaari waayeen kitaabka ajrumiga, maxaa yeelay mahmaa cibaarada la jilciyey
oo la isku dayay in laga dhigo cibaarad mucaasiro waaqicay casriga la socon kara la isku dayay laga dhigay. Mahma laga dhigay kutubta mucaasiriinta qaarkood ay u sharxeen qaabka madaarista casriga ah wax looga barto ama dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, cibaarooyinka suuqiga ah oo suuqyada lagu hadlo iyo amthila suuqiya iyo tusaalooyinka suuqa carabiga looga hadlo ayay qaarkood isku dayeen inay naxwihii u jilciyaan. Laakiin mahma tafannanuu fi tacbiir, si kastoo cibaarada ay u jilciyeen, way gaari waayeen kitaabka ajrumiga ah nafcigeedu. Nafciga ajrumiga waa la gaari waayay, leanna waxa weeye waxaan arkaynaa kutubta qofkii ku mashquula oo barta waa laga yaabaa inuu 5-7 ilaa 10 masale uu ka fahmo suurtagal. Laakiin qofka ilaahay subxaanahu watacaala sida ugu furayo kitaabka ajrumiga, qofka ardayga kitaabka ajrumiga ku mashquula waqtigiisana ku bixiya sida futuuxaadka naxwaha uga helayo ugama helo kutubta kaleoo mucaasiriinta oo gadaal laga alifiy, maxaa yeelay ilaaha arrinka iska leh. Qabuulkuna wuxuu ka yimaadaa xagga ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ka yimaadaa. Lidaalika culimmada taariikhda waxay sheegaan kitaabkan ajrumiga sheekhu markuu qoray oo uu alifay wuxuu ku dhex riday biyaha baddu ku dhex riday, markaas wuxuu yidhi ilaahu haddaanan adiga mooye dan kale aan kalaya oo istusus aan u qoray oo ismaqashiis aan u qoray dib haygu soo celi, haddii adiga dartaa kitaabkan aan u alifana ilaahu ii badbaadi oo ii xifdi kitaabka ajrumiga ah. Ilaahay uu xafiday, ilaahay uu xafido biyihii baddii way soo tuftay kitaabka ajrumiga, iyadoon wax saameyna aan ku yeelan. Marka waxa weeye waa kitaab aan rajaynayno in ilaahay agtiisa laga aqbalay subxaanahu watacaala. Lidaalika waxbuu dheer yahay kutubta kale, waxbuu dheer yahayo ikhlaaskii mu'allifkiisa ayaa ilaahay heerka ku gaarsiiyey. Mu'allifkiisa wuxuu ahaa kitaabka ikhlaas uu alif, dan kale cidna kama lahayn oo makhluuq jaah iyo weji iyo ammaan midna kama rabin, ilaahay dartiis uu alifay, ilaahay dartiis ayuu alifay. Ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu ka reebay raadad wanaagsan iyo dhaxal wanaagsan ayaa ilaahay ka reebay. Marka waxaan dardaarmaynaa kitaabkaas ajrumiga ha la adkeeyo, qofkii doonaya cilmi naxwo inuu fahmo kitaabka ajrumiga. Waxaa cajiib leh usluubka uu u qoray sheekha, waxaa ilaahay waafajiyey usluub yacni fudud oo qofka daalibka naxwihii uu ku fahmi karo. Marka hore, kow, kuguma mashquulin inuu sheekhu kaaga bilaabay baabul faacil, kumama mashquulin inuu kaaga bilaabay akhawaatu kaana, kuguma mashquulin inuu kaaga bilaabay tamyiis iyo mafcuuli min ajlihi. Kow, sheekha wuxuu kuu tacriifiyey maa huwa alkalaamu fi lugati alcarabiya wamaa huwa alkalaamu fi lisطilaax annaxwi, naxwuhu muxuu u yaqaanaa horta kalaam, hadal. Intaas markuu ku fahamsiiyey ayuu haddana wuxuu ku fahamsiiyey maa aqsaamu lkalaam, kalaamka naxwaha haddana imisuu u qaybsamaa. Markuu aqsaamtaas ku fahamsiiyey haddana ayuu kugu kala qaybiyey isim iyo ficil iyo xaraf inuu u qaybsamayo kalaamka naxwuhu, ayuu haddana wuxuu kuu sheegay calaamaatu kulli waaxid min alismi waalficli waalxarf, mid walba haddana maxaan ku fahmi karaa calaamaadkan ku fahmi karo ereygan inuu ficil yahay, kanu inuu kanu inuu yahay xaraf, kan inuu yahay ficil, maxaan ku fahmi karaa mid walba calaamadiisii kuu tixay. Intaas markaad soo fahamtay, jaranjaradii ku xigtay ayuu haddana ku saaray baabul icraab. Icraab waxaa la yidhaaha markuu ku fahamsiiyey, jaranjaradii saddexaaduu ku saaray baabu macrifati calaamaati alicraab ayuu haddana ku saaray. ilaa haakadaa saasuu kuu dhisayey ilaa jaranjaradii ugu dambaysay baabu makhfuudaati alasmaa, ardaygu uu soo koray jaranjarada ugu dambaysa. Ardaygu markuu soo korana hareerihiisa markuu fiiriyey uu isyiriba wax walba waad bay icraabi kartaaba. Markuu tartiib tartiib kuu soo korinayay oo uu kuu soo barbaarinayay, jaranjaradii ugu dambaysay baabu makhfuudaati alasmaa markuu sheekhu ku soo saaray hareerahaagaad fiirisay, waxaad aragtay boqolkiiba ugu yaraan 700 luqa alcarabiya inaad isku dayi kartid inaad icraabto, 30 kalood garan la'dahayna waxay kaaga maqan yihiin kutubta waaweyn ee naga horeysa sida Nadmul Camridiya, Mulxadii, Kawaakibkii iyo Qadrigii, Shuduuru Dahabkii iyo Alfiyatu Ibnu Maari kaaga maqan yihiin. Inta aad isleedahay way kugu adag yihiin icraabkooda, ama ma arkin aad leedahay waa kutubta kale. Marka sheekha raxmatullaahi tacaala calayh, ilaahay u naxariisto, dembigiisana Allah dhaafo, qabrigiisana rawda min riyaadi aljanna ilaahay ha ka dhigo. Usluub wuxuu kitaabkan u qoray runtii ilaahay waafajiyey, oo usluub aada u qurux badan ah oo marba jaranjaro uu ardayga u saaray. Waxaan marka isku baraarujinaynaa fatrada hadda aan kala maqannahay
إن كتابكن لصو أغريو مر لبات مر سدحات مر أفراد مر شناد لقوع العليو نمان وحاجر هذا أدونك أدونك هذا أن كنا لنهاي وحاقو حفظ بضان دولة دن ليراه موريتانيا شعب كدقن موريتانيا نوال ليراه شناقيدا نوال ليراه أما شناقيدا ده أما موريتانيا دولة داس والدولة دا شعب كدو وقو حفظ بضانيهن محيالي أيقو حيسمينا كتاب والبول آخرين كتاب كستا والله آخرين واضح حفظي هل نقض الفقه هل نقض النحو هل نقض علم الحديث وصول الفقه فن كستا واضح حفظي فن كستا والله حفظي إنه وحن كتاب أن دوشي سكوع العلامة سنة هايو مثل با كتابك وصوق هذا نايو كتابك هدي أن يعني وإقلو ما أوليه هاي علمي وإقلو ما يو ما أخري كرا أوليه هاي مجيرو وحو البوا عن ظهر قلبي ويحفظنا هايو وعادة يحب لغن كودو شناقدة داس مركات فيرسو مركات فيرسو أيه وهذا وحيله ومالكية وضن كودا أغلبية دولة انت بضن ومذهبت مالكية مالكية داس وحي سميان وحي حفظيان كتاب لغو الندمية فقه المالكي وردن و 17,000 بيتا ثمان يتضبق كن أو بيدوا أنا وحن لي أبنى هاي هل ألفية سماها ألفية النحو هل كن ثمان يتضبق كن وبيت أي فقه مالكي يردن الغسى أروري أرضي مركا وحال برات ومن يتضوضها سكون عن ظهر قلب وحفظنا عن ظهر قلب أي كحفظنا عشر كوحال لي هي صحفظي مركو صحفظي كبعدي الله آخرنا مركو صحفظي كبعدي أي الله آخرنا محيكو قارين مركا مركا تفيرسو وابن آدم أيقو كلا بن آدم أديقو كلا هو مركا تفيرسو لكن محيكو قارين محيكو قارين جهدي ودا خوارقة مركا أرضي ذو دلشة كيستي أنا أرضي ذو ما أركي جرني جامعة السودان وين ألا ديقن جرين إن بضان وضا مدى سوان كو أرقني مركا تفيرسيد أو تراد ورمحاد وحن كو قارتين داد كان كما مسكح بدنا داد كان كما مسكح بدنا لكن وحيرا هن أيقو 4,000 في الجهات الأربع أي كلهين قاعدة داس يقانا 4,000 في الجهات الأربع ساسا أنا وصمي ناهيرا وحكال دادك كما مسكح بدنين كما فهم بدنين 4,000 في الجهات الأربع وحيرا جيدا 10 كان قفكم مركي لوسو أغريو دون أيو إنو حفظيو مثلا محروا ما أنت إنو صو حفظيو لباتن بيد لباتن بيد وشعرا وألف يدي تصالحان إنه صاحب ذي الرضا. لباتن كاس بيت. وهو آخرنا وحكوعي العلينا أفر كن أجر. أفر كن عدد هذا مركو حيث ميان جهاد أس قبل هذا. كنوا إلى جيسنا. كن جارو آخرنا سوق بلاد الجيس. هذا نبري وجيسنا. كن كلا برينا وحاس كلا كن. كافرنا وحاس كلا يا كن. قلبنا وحاس كلا لا كن جارا حاس كلا. 4,000 في 4 جهات. بس ساس الدنيا النوحي راهن. ورجن هالمان ما ينحط عمر رجن كتاب قاب اسكح في السنة هذا مركه أجا وحوي قف هبلا وحفدي قف هبلا صدا كرعه هذا المغشيد وحوي ولازم جهدي واي جهدي واي للسمية هذه كانوا حاضر بتها هالمرة لو بقور بيت كإناد مرتب لو بقور صدح قور عشر كو آخر سيد ونحن برا لقاه دب بدنا كتاب كان كتاب كان دب بدنا وكتاب أدوكو بوضدي اللي قب برا لها هذا صامري وددي لو حفيدي لهابا سوما مرن هدي ادونيسو بري حافظاد اني كو تالو اما غورغاغو انو بري كو يالو هدا حق اوس ساعات الكورن ورغا غاري ميس سوما غورغاغي حق اوس ساعات قلبادات ادي غورغاغينا بري ورغا غاري ميس اذا مركه طريقه علمي هدادان مرن او صحده ا ورغا علمي غاري ميس مركه علمي وحو باهن يحي جهدي ان لو مر جهدي شيخ لديه جري كتاب كان ليرا تذكره الحفاظ وذهب إسكريه وحول كتاريخي شيخ لديه جري محمد بن طاهر المقدسي محمد بن طاهر المقدسي وحولي لقد بلت الدم مرتين في طلب الحديث لبقور أيان ديك هذه وير مر كان علمي حديث كبراناي وحالي دادك قاديد مهيستان ميالك فوق فوق أيان لقيا با علمي إنه أرهات سدان قاديدنا مهيستان واللغينا أرضي بلك حجازنا ورول أدو كلل dul aad u kululow meesha anaga qoraxda digriiga Soomaaliga ugu badan digriiga cabirka qoraxda waa 32 33 cabirka Soomaaliya digriigeeda inta ugu badan laakiin dhulalka Xijaas markaad fiiriso mararka qaar waxay gaari 4 45
فكرية قرحة قاري وحل السنك والديق وكا إيمانه وخطرات كجرته مركا وانسعنا يوير إلى مركا الدنباء أن ديك هذه محمد بن طاهر المقدسي مركا من قبضة علم وحق يهي ذات كيف فهم سنة جهود داس يددال كاسي أصوى مري جهود داس أي أصوى مري جري لذلك إمام كان ليراه إمام البخاري رحمه الله تعالى وإلهي كتاب كيسي أقبالي أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى كتابك قص حسن ليري كتاب كيس مركي لقصة وتقول كتابك إلهي سبحانه وتعالى كتابك قص حسن وبخاري ومضوا يكون إجماعين شخص كما قارن مرتبضاس يهيركاس كما أسن قارنين جيف يهردو يوهسي كما قارن فالوحو كما قارن مجاهدو يددالو كما قارن شيخ وحو أتغي لديه جري إياس شيخ إياس لديه جري ومشايخ ذا كمدها بخاري أيو أتغي مركز وحو يسدح مع الموضة وحيققو أيوه البخاري نفقدي نفقدي سدح مع الموضة أيققو أيوه سدح مع الموضة نفقدي مركز أيققو أيوه كنت أتناول الحشيش وحان عوني جريو يرعوسك سدح مع الموضة سؤاشنا وانسك إلى لي جريو يريو قفنا وحموي دي سنجر عوسك يا نرتا يا نسكع من الجويري وسيدة وكتاريخي تاج الدين الصبكي كتاب كيسة طبقات الشافعية طبقات الشافعية وإمام البخاري مركع علماء وين تاريخ ذا قشي وتاريخ ذا بالك الذهب كقشي وحوي الله كعبسي يا إخلاص يا جهدي كقارن جهدي أي كقارن ماشي إقارن بغية ابن مخلد الأندلسي شيخ لديه جري بغية ابن مخلد الأندلسي كتاب ذهبية وحوقة تاريخية سير أعلام النبلاء وحوكي من ذلك أندلس أندلس كوار ذلك هذا اللي يقان إسبين ذلك إسبين حين يظهر إسلامه هي سنجري بلد الإسلام وها لكن إسبين هذا قال له هي ستة حين يظهر النصارى يعني قرن لحدي بقول تاريخ هجر قمرك وها لقب الله إلى يومنا هذا أيها هي ستة ذلك إسبين قال دي حين يظهر صورة لكن وحوها بلد مسلمين تو أيها يستو أهانجري ذلك سكيم بغية ابن مخلد الأندلسي وحسوا هذا ذلك العراق لقوا أنت أصال لقينا وحن مغلي يري إمام أحمد إنه ذلك كآخرية إمام أحمد ابن حنبل وعلمك كآخرية عراق عراق وحسوا هذا وحسوا لقي مركو العراق يمد وحن لكل ما يري إمام أحمد وبغرك ننكي مدحوينه لديه جري مأمون والدراسة دي كجوجي حلق وفافناي في ذنادي خلق القرآن مشكلة بدعادي خلق القرآن وقرآن كوا مخلوق أرنتها سوى بدعاء مركو فافناي ننكا مأمون وإمام كان أديدي إنو أرنكاس أوقره دراسة دي اللي جوجي إمام أحمد إمام أحمد وقفنا عن عشر وآخرية كرين وبغداد سوكال أندلس وكيمت إسبين إمام أحمد مركو إيمد وحويري وحان كادون عشر إنا دي آخر سي إمام أحمد بن حنبل وحويري دولة دا إيقا جوجي سوير لايما وقالا إنا ددحو آخرية مركاس وحويري محان سمين شيخ وحان سمين وحويري قولي قاقا الصبح وبهر توقو إيمان لكن وحان كو إيمان وحويري على زي الشحادين والفقراء دادك توق صدو مساكين تلبس كودو كلان سوق عادان وحويري دنبيل وين نوان سوق عادان مسكين قرقة أنتوك صنع إنسك صور ديك ساس علمي يقو آخري يور ولو فرس علمي يهر ديبك إكسو مران علمي مركز بغي ابن مخلد الأندلسي صبح والبا دار دول دول فاهو جيحانو سوقاتا دنبيلو سوقاتا يقول دير قرقة إمام أحمد سوقراء ورنو كالمي وحنسي إمامكو مركز يرى سوقل ويلو هوستك صور ديك ويلو عنتاو هوستك صور ديك ويلو كاس انتو عنايو أي علم الحديث أوضع وقال إمام أحمد أنت سو كن الحديث مركز ساسا كبرتوير بغي ابن مخلد على الدرس ولو فرس فذن هذا حل فذن هجرته مشكلة هجرته لباته هجرته لباته والبا أمري جرين لباته والبا أي أمري جرين علمك طلب مركو حال الدوني مر والبابا إن علمك جهدي لغبحي جهدك وكان نقضه إخلاص إلهي درتين علمك وانا دبرت ومذ قفنا هذا وجه وقرب قف مخلوقة وضر إيا النفع مذ نبقى عن لهين ووحو كوها يو إيسنجر عمل كاقه أبرن أصيق درتي لأنه وحو كوها يو مجران هذا وجه كرات ستا
ضرنا كما أوده نفعنا كما أوده إذن عمل كاغه أبرين وحن قيمها سلهين ووحن قيمة اللهين عمل كاغه يوسن سبب النقنين إنه أبرين نبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحو إنوت المامي حديث أبو داود يغير كي ورنين نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يروح رائحة الجنة نبي صلى الله عليه وسلم وحير قفك علم أبرتا إنه الدنيا كهلو أمانت إذا يحوله إذا كهلو جنة عرفت إذا مهلو جنة عرفت إذا حتى مهلو إنه قلو إسكناف إذن مرك علم يلا برنا يحبه هي إخلاص در إلهي إنه كان نقضه أيوبه هي جهدنا لغب حيه مرك بإذن الله تعالى كتاب كان إن شاء الله تعالى دور لبعض أيام كسر علين دونا سب ولا شيء سانو دوجنو أنو أتكينو لكن إسقى حوجا كدوان هب كان أسلوب كان أنو آخرني هب كان وآخري دونا هب كاسوا نظام القواعد بدون إعراب قواعد أن إعراب لهين هتنا قواعد أن إعراب لهين أيام كآخري دونا ما دام هذا مثال كبس أن صو إعرابين ومثال كبس أن برني إعراب كيسي بل هذا قاعدوين كوكوبان وأنم بدينين لأن قواعد كوردان هذيل الشيخو وحلق يابا كتابك أجرومي قاها إن سند يكبضا إن نسكد الفردين لكن محا نسكد دينا ولنا سوكوبنو وحي يعني حاجة يباهد مركا إكينيسو إن قواعد كوكوبنو هذينا إلهي نقارسيو إن شاء الله تعالى حمد الله بدونا مركي ودعا كسو الله بنو حد أقصو هرئيس ودع مركان صوصو منو لحد الشوال مركان صوصو منو ودع مركان كبعيا نسكسو الله بنينا بإذن الله تعالى هدي إلهي أقلاده وإلهي أفصح النصي إن شاء الله تعالى عمرنا إلهي انتاس نقوم قارسيو هدي انتاس أنان قارنا إلهي سبحانه وتعالى دمداف الله نصيو قبورتنا روضة من رياض الجنة إلهي أنه قدقوا إن شاء الله تعالى هذا والله أعلم.